مرة من المرات النبي والصحابة جالسين يتكلمون، قال يا رسول الله يدخل علينا وقت الصلاة ولا نعرف كيف نأتي لها. احنا ايش درانا وقت الظهر جاء، وقت العصر جاء، اللي في مزرعته واللي يرعى الغنم واللي في بيته نايم واللي في. فقالوا الناس ايش رأي، قال الرسول ماذا تقولون؟ قالوا نأتي بناقوس مثل النصارى، واذا دخل وقت الاذان كلف رجال يا رسول يطق الناقوس يدور في المدينة والناس تعرف ان وقت الصلاة دخل. فما استحسنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال واحد نجيب البوق يا رسول الله ونبدأ ننفخ ونصايح يعني مزمار ثم نصرخ فيه فيسمع الناس فيأتي، فلم يستحسنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال واحد نرفع راية بيضاء ندور فيها في المدينة ويشوفون الناس الراية فيعرفون وقت الصلاة دخل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فما استحسن ذلك. ثم جاءه عليه الصلاة والسلام في الليلة التي بعدها عبد الله بن زيد رضي الله عنه، قال يا رسول الله إني نمت البارحة فرأيت في المنام رؤيا أننا نعرض، واحد يقول لا نبي نحط ناقوس والثاني يقول نبي ننفخ في البوق، فإني رأيت من يقول أدلكم على ما هو أحسن من ذلك، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، صيغ وجمل الأذان المعروفة 15 جملة في الأذان و11 جملة في الإقامة، هذا ما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم. اختلفت الجمل طبعا عند المذاهب عند المالكية والشافعية 19 و17، شاهد الكلام لأن فيها ما يسمى بالترجيع، أذان ابن محذورة، هذا مو بمجال احنا درسنا، هذا ليس درسا علميا بقدر ما هو درسا يعني خلنا نقول اجتماعيا وعظيا. فشاهد الكلام لما سمع النبي جمل الأذان بدأ يتبسم كأنه جاهز له الموضوع، وعبد الله بن زيد جالس يقول للرسول الرؤيا يقصها عليه، الا عمر بن الخطاب جاي قال والله اني رايت كما راى، انا شفت رؤيا مثل ما شافها عبد الله بن زيد. قال اذا نستقر على ذلك، قم يا ابن زيد ولقنها بلال فان بلالا اندى منك صوتا. يا جماد الاسلام عندنا ذوق حتى في اختيار الاصوات، انا توسمعك ما شاء الله محمد وانت تقرا اقول ما شاء الله، لما يكون عندنا من يتغنى، هنا يتغنى بمعنى يرتل يجمل صوته، ولذلك قال لقنها بلال علمها بلال وليرفع بها صوته فإنه أندى منك صوتا. احنا نبغى صوت جميلة، نبغى الأذان. فصعد بلال وأذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، جمل الأذان. يا جماعة شوفوا الأذان ترى موضوع لا يستهان به، تعرفون ان الاذان حكمه في الاسلام وشو؟ فرض كفاية، اذا قام به البعض يسقط عن البعض، لكن لو امتنع الناس على الاذان وش يكون وش يسوي الامام؟ وجب على الامام قتال الناس على ترك الاذان، قضية ليست سهلة. ولذلك شعار عز الله اكبر، ولذلك يقول لما الملك عبد العزيز الله يغفر له وحد المملكة او في فتح الرياض يقولون ارسل المؤذن يقف على منبر المسجد ويرفع صوت الأذان، لذلك انتصارات المسلمين دائما بالتكبير الله أكبر، صوت التوحيد إذا على لا يعلوه شيء. ولذلك لو يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم الناس ما في النداء، ركزوا شوي ترى موضوع الأذان الشعيرة، لو يعلم الناس ما في النداء اللي أذنته من خالد ما شاء الله، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول وما كان لهم إلا أن يستهموا عليها لاستهموا. النداء الأذان الموضوع، لو تعرفون أنتم يا شباب وش فضل الأذان تسابقتم على الصعود للمنارة وتتسابق الناس على الوقوف في المحاريب ورفع الصوت بالأذان، بل يفسر بعض العلماء قول الله منهم عائشة ومنهم ابن عمر ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، قال المقصود به الأذان، الأذان أحسن قول، الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، أحسن جمل وعبارات ترفع فيها صوت التوحيد، فيها صوت عزة، فيها صوت يحبه الله ورسوله. ولذلك بلال هو مؤذن النبي الأول عليه الصلاة والسلام، وابن أم مكتوم المؤذن الثاني كان مؤذن في المدينة، وابن محذورة أو أبو محذورة كان وين يؤذن؟ في مكة، وكان في مؤذن اسمه سعد القرض هذا يؤذن بقباء، أربعة كانوا يؤذنون للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا الصوت، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يقول جاء الرجل الأعرابي قال يا رسول الله
يقول كان النبي يمشي مع مجموعة من الصحابة وفيه وراء الجبل أو وادي كان يسمعون واحد يؤذن الله أكبر. وقف النبي صلى الله عليه وسلم قال هدي إلى الفطرة. الله أكبر هدي إلى الفطرة. كان معه أبو بكر وعمر وعدد من الصحابة. فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال خرج من النار ودخل الجنة. خرج من النار ودخل الجنة. وبقول لكم الآن حديث ولمن يشاهدني. النبي يوم القيامة الذي يشفعه فيك شهادة التوحيد بحق. في البخاري من حديث أبي هريرة من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. قلوها لا إله إلا الله وليقولها المشاهدين. قل لا إله إلا الله وأنت مخلص بها. إن قلتها الآن مخلصا بها فأبشر بالشفاعة يوم القيامة. يا جماعة ترى ديننا ما يطلب منا الكثير. ديننا سهل. أحيانا كلمة تدخلك الجنة وعمل يدخلك الجنة